في كلام ممكن نقراه في الجرايد، في الكتب أو المجلات، لكن لما تبقى كلمة ونص بيبقى لها شكل تاني. كلمة ونص يومياً على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. نهاركم سعيد، يومكم جميل. وأين الرصيف؟ راح فين الرصيف؟ يا جماعة كان هنا في يوم من الأيام رصيف. صحيح، كان في رصيف. سؤال ملوش إجابة. عارفين إيه اللي حصل؟ حصل احتلال الرصيف، يا إما بياعين أو محلات بتفرش بضاعتها على الرصيف، والنتيجة اللي عاوز يمشي في الشارع بينزل في نص الطريق، وتحصل حوادث وزحمة وخلطة بيطة وكسكسي على حمص، تلاقي المرور ماشي والشوارع مليانة ناس في نص الشارع. إيه اللي بيحصل ده؟ إيه اللي أنا شايفه ده؟ والأدهى والأمر لما يحبوا كمان يوسعوا طريق بياكلوا من الرصيف. هو الرصيف ناقص عشان خاطر يتاكل منه؟ ده دوبك بقى 5 سنتي. ده الواحد بيمشي على الرصيف أكنه ماشي على الحبل، وجات البلدية وشرطة المرافق وكله بيجي ويروح، ولا أكنك يا أبو زيد ما غزيد. والبياعين بيقولوا عايزين ناكل عيش. طبعا من حقكم تاكلوا عيش وتاكلوا بقلاوة كمان، لكن سيبونا نمشي على الرصيف. ويعني أكل العيش ما ينفعش من غير تعطيل الطريق ومصالح الناس. بقينا بنلف في حلقة مفرغة. وبعدين يقولك إيه، إحنا ليه ما بنتقدمش؟ نتقدم مين يا عم؟ نتقدم مين يا حاج؟ ما لو كل واحد يبص لمصلحته بس، وناس إن في ناس تانية محتاجة تمشي ومصالحها تمشي، هنحل المشاكل. الدولة مطالبة هي كمان، زي ما بنقول البياعين غلطانين والناس غلطانين، الدولة كمان غلطانة. لازم توفر أماكن للبياعين. روحوا شوفوا اللي حصل في وسط البلد. نقلوا البياعين وقالوا لهم بعد 6 شهور هنجيب لكم أماكن كويسة. ولا حياة لمن دوناتي. والنهاردة الناس قاعدين هناك بيشدوا في شعرهم. كمان البياعين لازم يلتزموا بالقانون وما يسحفوش على الرصيف. ساعتها بس ممكن نتكلم على مستقبل، وما نسألش هو فين الرصيف؟ راح فين الرصيف؟ محدش يا اخوانا ضاع منه الرصيف. يومكم سعيد، ودي كلمتنا النهاردة في كلمة ونص مع تحياتي عمرو الليسي. وبكرة كلمة ونص. إعداد أكرم القصاص، إخراج تامر حسني. رصيف نمرة 5.